صومتانك مال انت عرفة لصومه وحال لغو ضعفة وأدوك لغا ترتراء المبتيسة سنة كي تقي هي سنة كصوص عذبه لرسولك عليه الصلاة والسلام أدو ماذا يدي ودقاقا ولا يدي دمي دافاي إذن كي عدى ذو إرقيسين أما أذي الله أبر ذنبا يغن دمي قوذي ولا داف مجرى من إلهي مغن قليا وكم مغن قليا الشيء عبسي وكم بقايا هنغضو أما وقع ضربها هذا إلا عاده الله منه إلهي وكنا بدقل يقول رسولك عليه الصلاة والسلام تسوي سيبورية يا بها الصدق قارك الله مقعابي بكمل يا صنكو وإنه نوقف هذه السنة لو باهية إلهي وقعي هاي إيش واح قيامين إيس يا واح اللابتة كقر صورة اللابتة أقارين إيسو وحتى مخلوق أكل عدك وقعان جري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مركب فواد إلهي بقى سبحانه وتعالى مهدله سأولا لك إن شيئي فصدي نوسيين سوغار نوت غنكي أهري بشكل الحجة ولبنا ضد بضن أو يعني وحوية أي كفا إذا يستاء ألك ضد بضن يسكري تران قفلت وأنا وروها ينبع ألك أي محمرية يا بشو انت ما رايصو يا وحي فضائل يا اجر وحك جرا رتي موضوعا دانصو نغضو يوم عرفه انت ومالين ادي ادوين ويوم مشهود سدو قوم عليه النبي عليه الصلاه والسلام ومالين اله سبحانه وتعالى وكلميو ضد المسلمين تا واي كوضا ورهايا معناتا سقيمة هاي لا هاي شرف كاي لا أما أنا غضان دت البلدان يا ما شو وين حاجة أما قوة كلا عن يبو ده نسيب كوه هن سكتشوا جا يعني وحوي هيرو دي وما لنا المسلمين ترى نكده ركسيهين قيمة هي حرمة وين كله ولذلك بإله سبحانه وتعالى وقدرت ما لنتا كان ذا كل ذا إسلام كدرتين وفي سورة البروج الله سبحانه وتعالى وحي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود يعني وحكونا عرنا يا سمضة هي أبنجت هذا ويعني وحوية إله سبحانه وتعالى أولي واليوم الموعود وحكونا عرنا يا مالنتا يعني وحوي الله بالله ماي أما إلهي سبحانه وتعالى ويباهي خلق قدرنا للسوء كين أيوم وشاهد ومشهود يعني مد مرخاتية هي مد لصوح حاضرة ولقل يمادو أيان قدرنا يقول الله سبحانه وتعالى مركة مع المهن يوم الموعود هي شاهد هي مشهود وعفصر عد وحفصر تعد وعقوم بالنيد والنبي عليه الصلاة والسلام سأقص عن حديث كإمام ترمذي ورين أيه لقوري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحول النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الموعود يوم القيامة ما لنت يوم الموعود إلى سبحانه وتعالى وقدرته وما لنت قيامه إله سبحانه وتعالى ديو الدومدي سكر من أيه إلى النبي الله آدم عليه السلام إلى كوردة بعيا ذرية دي سكملة أي إله يسكن إياه ساسق لجنكي يا ملائكتي يا أوردن حتى مخلوقات كي كله إياه وعن حساب رهيم بالصوص صارية وشاهد ومشهود والشاهد يوم الجمعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما خاطئي نوى ما لنت جمعة ومشهود نوى يوم عرفة مشهود كنا وما لنت عرفوا لرسولك عليه الصلاة والسلام وكفضل جاء إلى هذا يوم الجمعة والصيف بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا عاده الله منه حلي رسولك عليه الصلاة والسلام هذا المصر بحضر ومرة دعضر بارك فضل بذن مال انت الجمعي وحكوك الى الساعة
أن وافقين إن أدون مؤمنة أو إلهي وحويدي سنية أو خير إلهي كبرية هدو جرى إلهي وكاقبلا ووصية ما جرى مد إلهي مغان قلية أو كمغان قلية شيء معبسي وكبقية هن رضو أما وحو ضربها هذه إلا عاده الله منه إلهي وكنا بدقل يقول رسوله عليه الصلاة والسلام marka yoomad mashuud bay nu suunay wa yoom arafa wa maalinta ilaahay ku dhaartay ilaahay haddu ku dhaartana makhluuqaadkiisa wax kamida waxay ku tusinaysaa qiimaha iyo makanada uu leeyahay yoom arafa marka la eego xujaajta wa maalin wa rukni istaagitaankeedu wa rukni kamida arkaanta xajka oo qofka uu ruknigaasi dhaafo xajkiisi uu baabaa aba kama jira waqtiga arafaduna wuxuu ka bilowdaa ما أنت الصقال كايبش عرفته هاي، مكاي عداش زوشو أما يدور كدافته، إلى أنت واقع وكبر ييو، أحيان كل هباي كايبش طبعاً كتاعي، إلى واقع وكبر ييو أنت صردن، أي عرفه أي يعني وحوي تاجن تاوي، سادر تلقف بمركا فرصة بوهايستا، ده أنت لاك وكسو تاجو مكاي نحاج كورمينو، أو يعني وحوية ده ربنا قاس وجودية فعنا واحد لجواري عبد الرحمن منه يعمر حلية هاي واحد كطيب قالي حكي النبي عليه الصلاة والسلام تتندد بأوي بدرسوك عليه الصلاة والسلام كاس واحد هذا يعني وحوية أعماش حكي وحوي دي نبي يقول الحج عرف حج وعرفه حج وعرفه من النبي عليه الصلاة والسلام رجع قفل قالا هبيك عرفه تاري قرحة الصابحين وحاول يقف حتى يسير لما يسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حيا بها مركا يوم عرف أي غريب قلت أي وحوي ويا يا ما كلا يعني وحوي وقت كلاه في الدو أنت هاي وحنا وصلنا هاي بعد ما هكلا أردن وحه الرئيها بيك دي مالي اللي شيله يعني واحد ويان ولا ليه ما أنت ويوم الجمعة واحد ورياها بينك ده بيتنا واحد ضم بيساء ما علنت إنك وصاصوي ما هقول قلبيات كده ما نسوي سنين لكن واحد يبغى يوم عرف قد وانت هاي يلا ما علنت أصهر رئيس هبين كده نقول ضم بيا ومعنا واحد ويان ما علنت هاي بيشو سجال كتهاي ويوم عرفة هبينك بيشو أي طبعاً كتهاي إنك وينو يعني واحد يقول يا رجلوب إن عيد إذا صبح هي نسيت طبعا شيء سنة إننا واحد كميت هاي يوم عرف كوا حيابها يعني أي كده دوين تاعي حان كل هذا معلومة حصلنا ككلام أي كميت هاي يعني واحد ويا يعني واحد ويا ده سنة ضع ضيصي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أي وحو ورنيا نبقى عليه الصلاة والسلام هي نلوي مكاسة وحو يدي فضل قائلة هذا هي ما لنت عرف مركا يعني وحو يان ما لنت استاجتان كيدو عرف الله استاجيا بورتا عرف الله إلى استاجيا بلا ما هي مركا عدد سوشو صلاة الظهر اللي تكذب إلى هبين كاس يعني وحو يان إدي الدون إيسا أما دا قيب كم إذا جوغ إيساي وأمرني قاعد مشجعنا إنه كم دي هاي أركان تحجك لا أنت هنا أنا وقف كحج بوس عنيني فضل وين وإلى ذا مركا يستاجتان كاس ليستاجيو عرف الله شو سنية وعم مشجعنا بقول عليه الصلاة والسلام حديث كأصحاب ويديي وحكيري أما وقوفك عشية عرف استاجتان كاس استاجيسو يعني وحويان عرفة قل لي كذا ضمبي ما أنت عرفة أما هبينك عرفة جوك سنة يسوع عرفة جوك سنة يساي يعني واحد كان سخوصي ليسا هبينك واحد سلطة لإلهي سبحانه وتعالى سماء الدنياها يوي مادا طبعا يتنا وقف أنا ملائك تيسا وحوي هذا عبادي جاؤوني الضوام ماذا إذا وي مادا شعصا إيغو يعني واحد ويا بصاص سنبي مادا ومعناه ده تمي حاجة جمع يعني واحد ما طوف يا رجال واحد كذا ضاضنا يا مكان يبغى بساس وذيلة أي مادي من كل فجن عميق وحكي كي مادي جهة كصدا ودون إذا كم إذا بيكسر صفرين أي مادي حي أي مادي يرجون جنتي
waxay doonayaan jannadeeda inay galaan falaw kana dhunubukum ka adad ar-raml min marka Allah subhanahu wa ta'ala hadii ciid yani wax wa dambiyada inuu ay yihiin oo qofka dambigiisu yahay inta ciidu ay tiro leegtahay ciidu inta ay tiro leegtahay ciidu fulfil loo tiray inta ay tiro leegtahay hadii qofka dambigiisu u gaaro aw ka qadar al-madar ama dhibcaha roobka hadii ay tiradoodu gaaraan aw ka zabad al-bahri أما بضى يحمد إذا هذي قاران لغفرتها ورافع يمين الله سبحانه وتعالى ورافع وضم هذا الكا يمدي إله سبحانه وتعالى صوب بغضي إله سبحانه وتعالى حليه دم بغضا رافع يتنوح إلى هذا إلهي أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم رقاق مركة إفادة السماية إفادة هو مركة لقصور رقاق عرفة مستلفة لهم صوصعدون قل قل كادات كل موضوع أي دات كحجاجتي داس دابا قال إياه أي إفادة الله إلى ذلك لقاها بيلا ملك الله سبحانه وتعالى والذين تبدافع إذنك إيا ولمن شفعتم له إدا أشفع قادين أما إلهي أبر ذا ولذلك ما وحى السنة كم إذا قفك حاجك أمر كنتك أما دي دائمك تلفونا والله يا والله يا يولو وضع الله يعني وحى إلا ويدي استوئل إلهي دبدافع مسويديه أو كسر دعيه وأي مقام كاس أما عرفيس داقتان كيدو ومن آدي آذو قيمة بضن سادرتين بأن نبقه لي عليه الصلاة والسلام إلهي وحيد هذا أدوم ماذا إذي ونقاقا وعلى إذين تنبي دافي إذين كي يعد هذا إرقيسين أما أذي الله أبر إذين ما يغن تنبي قوذي ولا دافي بركة وفرصد إيا كان اسمي ودواكي نبقه عليه الصلاة والسلام عمر الخطاب أي أي نبي عليه الصلاة والسلام كسر حكول يا رسول الله وأن حجك ما تجي نبي حكول عليه الصلاة والسلام أن جاء إلا وين دعاء ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت صب قرب كفر لبدايا عمر نبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل لي هاي دعاء هذا أن جاء إلا وين مركا وشانس وفرصة ميلي دعاء هذا مركا بعد أنت عرفه آدي يا آد أي يعني واحد ويان أقبلتان كذورة كبدية هاي وأنا الدعاء للدعاء ستة أوفق بدل بولي نبي عليه الصلاة والسلام وأنا الدعاء سنجر الرسول كأنه عليه الصلاة والسلام وصاب بن الزيد أي النبي راعي عليه الصلاة والسلام وعليه هاي النبي قال هاشي سلف وشراء كذبنا عرفا جوني نبي مركا ودعاء سني إلهي مبري سبحانه وتعالى هاشي مركا وعيرتي تو يعني واحد ويان تاجدي فراب النايت ده تناهو جان كي وارد عيب ويلو جان كي كحنا أيه دعاء نبي عليه الصلاة والسلام لبدي سجع مرضمت كملا أيه جان كي كل عيو كصوب بصدي تي كلام مو دجنيني إلهي بكبر يقول لي يا رسول رضي الله أيه لي يا أسامة رضي الله تعالى عنه كنا نتوجنين حتى هذا وحكس ولا حق له أيه كنت صنع صار رسولك عليه الصلاة والسلام وآذ مدة ذلك وحا لو دعاء استنا وحا هو فضل بدن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفه دعاء وحا هو فضل بدن دعاء للدعاء استنا انت عرفه للرسول عليه الصلاه والسلام وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي اريد ان نبيتي ايغو هريه وحا هو وناغسن ان كدعيسنا انا وحو اها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والتوحيد كاسوي الله سبحانه وتعالى الله قرر إلى لماذا يا واحد لماذا يا كل لماذا والقراء هنا سجبوا يعتك لا حق إلا عابدهم ناري جري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ملك يلا هان شعور دم على إسكاله إلهي بالله سبحانه وتعالى هذا أردنا إلهي بإسكاله وهو على كل شيء قدير والذكر قاس عرب وكفضل ضد بضرنا نقمذي أي هذه الشرك والديان وأفضل الدعاء بولي نبقى عليه الصلاة والسلام لو دعاء يسول حقفك يسوي دين لما كان دعاء دي وحي نور نقالنا إن قفك إلى هذا إلهي وحي سي إلهي وحي يعني وحي إجاب البادي يعني وحي قفك ضرب كاسم أيوه هل كان الذكر يا أمان إلهي سبحانه وتعالى هي التوحيد با لحصية وأن الدعاء دي وفضل لبنا يدور رسولك عليه الصلاة والسلام marka culimadu laba jawaabood bay ka bixiyaan mid wax weeye in aan amaantan ilaahay la amaanayba taa atoon ku baahi buulay oo dambuulay
إلهي نطنت هذا وأجي سادرتين يعني وا وعرض بالليل وصربين وقفوا رب إلهي سبحانه وتعالى إروح كجها رب إلهي سبحانه وتعالى ده دون كيس وقرن يا سادرتين بو أبى المريت وين الصين يوم واحد كلوت شراء حديث رسولك عليه الصلاة والسلام لجوريو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي سائلي حديث الترمذي وريو رضي الله تعالى رحمه الله وليه النبي عليه الصلاة والسلام قفك الذكر جيجا هي أمانة إذا أي كم مشغولية إروح الويديستو وباهدي سوى كهضو أنا حسك عدة وكم مشغولية وحنسينا يا كو ويديسنا يا وحنسي وحكبضا أي سينا يا قول الله سبحانه وتعالى إذن مركا ذكر جاس أي وفد لبدن بول رسولك عليه الصلاة والسلام أنا وحن الأهل يا بيدي يقول رئيس بوحي هذا وأنا دعوي كما قال الربا إن كل دعي سلم على التعارف وعرف كنا يكون بطل أي كم تايوي ما لنتعرف مرك إنه إنه قال هل كان جونه وحيا بها يذن إنه رنتي كغيب غاضن إنه فرصة إنه يعني واحد كغفى إذا سنة إنه وحوي إلا صوره oo yaan wax weeyaan in maalintaas aynu soono oo ehelkeena aynu soobino oo carurta iyo cidii soomi karta oo dhan la soobiyo fadli badan ayaa ku jira oo xadiiskii wariinay imaam muslim rahimahullah oo sahiha ah oo nabiga kaleey salaatu wa salaam siyaamu yawm arafa kafiru sanatayni maadiyatan wa mustaqbila yaani maalinta soomitaanka maalinta arafa la soomo waxa lagu dhaafa oo adoonka laga tirtiraa dhuntiisa sanadkii tagay iyo sanadka soo socda uu yiri rasuulku calayhi salaatu wa salaam wa sawmu yawm ashura yukaffiru sanata maadiya soomka maalinta ashurina waxa isagana uu kafaaro u yahay dambiga laga dhaafaya sanadkii tagay uu yiri rasuulku calayhi salaatu wa salaam taas waa sid gooniya xiyaabaha sida gaarka loo magacaabay bay ka mid yahay soomku oo aynu uga faa'iideysano loo baahan yahay waxa kale oo jirada ay waxay ku jirtaa 12 maalmood ee Nabigu sheegay calayhi salaatu wa salaam amalka la qabanayay inaanu jirin maalmo uu ka fadli badan yahay ilaahayna ka jecel yahay oo macna salaadadii aad tukanaysay awal baad tukanaysay maanta way ka ajar badan tahay salaadii aad tukanaysay waqtiyada kale sadaqadii aad la baxaysay way ka ajar badan tahay ee maxaan ku raadada dhikriga dhikriyaysay uu ka ajar badan yahay oo rasuulku yaani waxa way wakiil ahaa ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال رسولك عليه الصلاة والسلام مجر ما الم عمل كوناك سنة إلا قبطه وإلهي كتش عليها ما المها طبكا وأي كفل بذيه مركا عمل كالقبانا يواكيها روح لكن يعني واحد فضل جودي فضل يا عماشة يا كبرا إلهينا كتعلي يا سبحانه وتعالى صلى رسوله شجع عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى يختار ما يشاء وحضانه سجع دورته ما الما يسجع كلا فضلي أو كلا سريسي ما شاء إنه قبنا إنه أشر كذا يسجع كلا بديي لا يسأل عما يفعل بكاس رسولك واحد كل هذا الصحابة رضي الله عليه ولا الجهاد في سبيل الله الجهادك ودي waxa weeyaan madheegan ku jirtaa oo diintooda difaacanaysa oo dagaal u taagan oo hantidooda iyo maalka iyo maxaa kale naftooda yahay waxa weeyaan dagaal ku jiray ahaayeen dagaalkana oo de ma jihadka fi sabilillahna quraanka iyo sunnaduba halkay gaarsiyeen waa garanayna ka amalka soo runtii iyaga aad ugu weynaa habeen iyo maalin ay ku fikirayeen ayaa waxa oo jihadkuna kama fadli badnamiya maalmahan amalka la qabanayo ولا الجهاد في سبيل الله ولا النبي عليه الصلاة والسلام جهاد إلهي تتكس له جهادنا كما فضل بدنا اللهم إلا وكسر ربي رجل نن خرج بنفسي وماله وأن مالك سي كنت قال تري ما هن المشار قاطعه يعني واحد وياه لفن قريه والهول قريه وأن هن تري سي كنت قال هو قاطعي هديت هاي جديد كيسي هديت هاي سهيد كيسي هديت هاي قوري كيسي وحيران يا نفتي بقى فلم يرجع من ذلك بشيء حمان الله ما صار قنين نفتي وين بحذي هنتي دينا وين هذا
كامو يعني أنت كلاردن سيكفى البدر بالنبي عليه الصلاة والسلام وحتى عدوم جاي سوق وريس وقال كسو الله يو أو صلى عبطه أما يعني صلى إني بيته وكل ما وايو كما فضل بطنه يعني مصر قاري يسلا حديث كان صلى عليه الصلاة والسلام تمام يو ما أنت عرفة أحيابها إلا إذا هي لو حصصتها حكم إذا وما أنت إلهي بلنك كقاضي أولاد النبي آدم عليه السلام دبرك النبي آدم أنت لقى صوص صاري أو إلهي أنتم الصحيح دبرك يسي لقى صوص صاري دبرك تنددك ودن يعني وحوي إلهك وبضن بأي أولاد النبي آدم أنت لن دور إلهك هو يسابر علي أي نملي ساها أي إلهي مير سوفيني كذبنا وحوي لألست بربكم ربك ما ها بينا وغير التوحيد وانا هلك في الرضا يعني واحد ويا قف وكل دارنا يا النبي مشجع عليه الصلاة والسلام أي كتم ما دوي هذا حديث كاس يعني واحد ويا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكورنا النبي عليه الصلاة والسلام وحوري أخذ الله ميثاقا من دهر آدم إله سبحانه وتعالى أولاد النبي آدم أهدي يا بلال كقاضي نبرك النبي آدم بالنعمانة ماشى النعمانة ليلة وعرفوي بورتا عرفوي هلك يعني وحوي عند لو سووي يوم هنا ويوم عرفوي دوا تناوح صار وحر الله وحي ذرية دبر كيسة كل شريبة إلهي صاري أنت النبي آدم عليه السلام دبر كيسة لما صعي فنثرهم بين يديه تنا إلهي سبحانه وتعالى وكفر دي نبي آدم هرتيسي كذري يضع المودو يعني وحوي عند حلول يعني واحد يا ربي شو إحنا عاصو كلا هذا موردو أي الله وهم صايرين ثم كلامهم قبلا ده ترى إلهي حقه هروك الله هذي حكويري ألست بربكم ربي جين ما هاي قالوا بلا شهيدنا ها بيلا ها إلهي واتهاي خاتبا كنا يوي وتامر كأيضا في سورة الأعراف كتير تصدح ذا أيضا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم نفتو ذي بمرخاتو قدقي نحكو إلى ألست بربكم ربكين ما هاي قالوا حلي بلا واطا شهدنا ورخاتبا كان نعيب إلى ذي حسنا لو يلي أن تقولوا يوم القيام لألا تقولوا سيدا نورا نمال انت قيامه إنا كنا عن هذا غافلين أنك أرنتا وقما نهينين إن قيام جرئي رب العابدو عبادة نقول إيو وحاس إلى الجيران ورمانا هاي نسي ذا قيامه ورم بإله سبحانه وتعالى وبلك هذه كقاضي أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا أما إذا نورني أنك الشرك كان وحن الله الرئيين والدين تيدي إيا ذاتك عن كسوة تفيرني وكنا ذرية من بعده أنا قلت تفيرت ذيبان هاي وحده ذيبان هاينا أفتهلكنا مياد نقوها لقصة بما فعل المبدلون وحل إنه الله الرئي أول نحلي أو يعني وهو يندد حقدر كتاجني أي أبوران إلهي مياد نقول عقاب يسال سأ إذا رأوني باب الدمانت الذين كانوا وي كي وحنا لا يكيل دريبا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ساسا أيضا وعدينا سإلهي سبحانه وتعالى وصلوا ذا ما لنت عرفة وما لنت إلهي سبحانه وتعالى ودين الإسلام كما يستروي دي توعي كسو دقي سنبقى عليه الصلاة والسلام صلت حيا الله تنسى نظر اغرى وقوه الرئيسي آياتك كل بقار با إيمان أي كل بقار با إيمان أي واقع هذا اللي تشوه الله كان قاضي هي ستة شريعة دياء الوفليان ومدى المسلمين تابلويه ستة دريتشية نامة ترتيب ترتيبا لكن ما لنت عرفة ونبقى تشوه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هي شرعي قال السوق بقبيه وصل حديث كهو ان ورينا يو ان تابعي قال هذا عمار بن ابي عمار كلي جاي عبد الله بن عباس بابوه اخري ايضا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا طبعا تنا ان يهودي اكفدي ابن عباس ايا وحولي لو نزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا أدي أن نجا يهودهان آية ضمّك للنبوس والدقي لهي مالن تاسم مالن عيد بينهن الله يدوي مالن نجوي بين الله يد نعباس سبل فينا نزلت في يوم عيد أن نجا عيد بين سودك توي حفظ الله بحنا
يوم عيد دا بيسودكتي في يوم الجمعة ويوم عرفة تحصل لما عيدات كلان سطاي مالين جمعة أولي وبي مالين تناي عرفة تايوي أيان هانا الجمعة هاي أي سودكتي أي مكة ابن عباس صدق أحمد بن حنبل المكورية دار ابن شهاب وليه هاي ني يهودية أي بدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا صحيح حاجة كجرا كاهر الترمذي باوريني مركا حكولي يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم كتابك إن واحد أخذ عن آية هدينا بسه الدقي لها أن معشر اليهود لتخذنا ذلك اليوم عيدا ما لنت عيد ما نكرق الله عيدا هي كبير الله وآية وأي آية مولى مركا عمر رضي الله تعالى عنه ويا آية سواتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي عمر وحيد والله إني لا أعلم اليوم لا بان كل رنا يا يوحى جرنا يا مالنتي أي سودكتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سودكتي والساعة التي نزلت فيها مالنتي سكنا حتى ساعة دي بان جرنا يا أبو يا يكون سودكتي النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عشية عرفة وحي سودكتي قال لي ذنبه أو عرفة في يوم الجمعة مالن جمعة أي سودكتي الحمد لله لابد بعيد بين نويه يقول مركع عمر رضي الله تعالى عنه أخواني في الله يعني اجتماع سمعين يا ذاتك المسلمين تي مالن تعرفة إيو دي دوليدا انت كوفي لقصن يا مسلمين أو إلهي بريا يا أو مدوى البابا هذي سو شيغاني يعني وحوى إلهي سبحانه وتعالى مدوى البا لقدها كالدوان iyadadka kala duwan ee dunida wada jooga iyo kuwa arfay isugu tagay ee malaayiinta ahba mid walba waxa uu weydiisanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maqliye waara kuntu sinaysa qudrada ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wada u leeyahay in khalqiga inta leeg oo hal kaliya markaliya wada maqlo waana midna mid kaga khaldamaynin baahina baahi aan kaga khaldamaynin adna cod aanu ka mashhuurinaynin yaani wax weeye إله هو السميع بصير وهي اسماء ذي سايه كمتاي انه يا السميع يعني وحوي على جميع الاصوات يعني وحوي مغلا وانا من نمت كذا يعني وحوي خلدمن او سداس يعني وحوي اولى صعده ان وحوي يا الله سبحانه وتعالى حالات كستو اينو كجرو يا ري كستو اينو aan wax weeyaan ay ku suganahay ay og yahay idan marka qofku waa inuu taxadar weyn galo iskana ilaaliyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala meel aanu raali ka ahayn uu ku arko wa ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ka qarsoon ma jiro ya'lamu khaynata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur ilaahay og yahay isha wax qiyaamaynaysa iyo waxa laabta ku qarsoon laabtu ay qarinayso oo xataa makhluuq kale cid ka og aan jirin oo imi ka inteena halka wada fadhida qof walba qalbigiisa xabad ka guuxay qofka ag fadhiya ma oga laakiin ilaahay uu ogyahay subxaana wa tacaala la socda ka warhaya waan ku ogyahay dii marka dee wanaag iyo khayr uu kugu jirana ilaahay subxaana wa tacaala uu la socdaa dee wax kale ay kugu jiraana ilaahay uu ogyahay idan marka waxa loo baahan yahay inaynu وأنا في الله أين كفاية ذي سنو يعني وحوية مالماس وأين فرصة ذا اسكنوا منين روتي وأيامه أذو قيمة بدن وأيوه الرئيسو يعني وحوية يوم التروية وما لنتا حجاج وهي مبا حياني من التقياني هل كان بيها الورد على سنة يوم يعني وحوية ويوم التروية وما لنتا سدي وما لنتا جمعها أيين قد نطا سببت التروية لغو مقعابينا وحي الشيغان علمه الله بالتفسير بي الشيغان بذيوا يعني وحي ويان التروية ذو بي الدامس وده لك وقت جيه هرمشرين بيها الميال والبا متوفر كاهي حجاية الرفاعات بذن بي لكل مجرين إذا مركب بيها هو لسيدة سنشري ومنها لسيقي سنشري سي يعني وحي ويان اللي المعلمي حيقى أوردن أيها هلك اللي تشوق دونا وأيام المنا أيامها دغحتور يعني وحويا أيام تشريقة
جاك مين يدقن أنا يا مركا بيها على سيد عسنت شري رفقو إنكو في لبوم ماشي جيسنت شري تقدر تتبع لغو مع عاويه ومتروية وأنا ما قلت السديدة ده لا بابا حي من الله سيويني وي تان عرف له جذبين تفسير كلام أيه جراء وعرنا يا نبي الله إبراهيم عليه السلام أيه سينو كوارني يعني وحويان ده قصة النبي إبراهيم مركي الرياضي أو كل رياضي إن كيسة سووا دور رعية الرياضة أمرك الروسية الرياضة بيضنا وحيوي مكابين في كوات أيو يعني وحويان مركو صوته صي أيو كف كري بروح ما يعني وحويان الرياضة الصحة هاي بين النساء يعني وحويان مركب مالك يوم بفكري من ضروع الفجر إلى يعني وحويان قل لي كي ضمي أو يعني وحويان ترويجا يعني وحويان وحويان بيلا وفكرات وفكرة النبي إبراهيم عليه السلام ساس الله مجا ومالت فكر كون النبي إبراهيم فكري كذي بدأ أبي كده بيا وعد عطايا مر لبعض لهم عليه ساس ترجع عاد هو قاري هنا كده صلاة وصوبان ديجي مكا وحكي بالعربية أنا يوم الترويج من أسوأ ذاك له أي لا ذا هاي أنتي كل الناس كحجاتي أذ وخصي ساي نجى لكن وحا لينوغن باهي هاي ما دام عرف يكو حكتو ما قال انتم عانا اي تاي ان ان ده تركي عشاء بشد الحجان اي كامتا هاي نبي مشاق عليه الصلاة والسلام فدلق اي ليه ان ان فصدانا اي كفاي دي السنو وما ننسى جمعانا وقت بضان اي نصينا وصاعدة ساعة الجابهان اي نكود ذالو خيرا وحلا اي هاي وقت يدا اي نكفاي دي السنو عمر هو قابي هاي دقيقة دو يعني وحويان جبل جاب واحد هاي لحظات دقيقة ذي سكت جيبات حواس النظرة هتريني يعني واحد ويا المركز هوس تكتو يعني واحد دقيقة هيا عمر جابو أو كوب حساب سيء إلى احتساب حساب سيء وأنا لقى حساب تمية وكان إذا كنت ذاله إلى إنه دعاء إلهي بدنه الله سبحانه وتعالى إنه كم بقنه إلهي إنه يدي السنة إنه دنو تينا دافو دنو توالدين تينا دافو إلهي سبحانه وتعالى لما عندك كمسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى إنه حقا وكسو عليو وحق وافجيو اللهم وفقنا لهداك واجعلنا عملنا في رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ الحجاج في حلهم وترحالهم وردهم إلينا سالمين غانمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين اللهم أحينا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا وأمتنا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصر المعزل يا رب العالمين اللهم أيدهم بنصرك وجنودك كما أيدت بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اللهم سلط على اليهود ومن عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عقوبتك والنار اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.